السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي تشاركوا معايا الروتين ديالي الأسبوعي للبشرة. كنتمنى هذا الروتين ديالي يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوا في القناة باش يلحقكم كل ما هو جديد من الوصفات، وتخليوا لي التعليقات ديالكم، وإلا عجبكم طبعا الفيديو خليوا لي واحد لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم الروتين ديالي هذا الاسبوعي لوصفه ديال الجمال للبشره. غادي نقدم معكم اليوم، غادي نشارك معكم واحد القماش على البشره. هذا كنعملو مره في الاسبوع. عندي هنايا معلقه من الشوفان بحال ما هكذا مطحون، عندي هنايا معلقه من هذا القهوه بحال ما هكذا، هذه ملي كنستعملوها كنخليو هاد القهوه هذه بحال ما هكذا. كنعملها انا دائما في واحد البلاستيك وكنعملها في الثلاجه، كنبقى الصراحه دائما كنستعملها في الوصفات. وعندي هنايا معلقه من العسل الحر. غادي نمر للطريقه ديال التحضير. كنضيف الشوفان، معلقه ديال الشوفان صغيرة، معلقة ديال القهوة، غادي نضيف عليهم هاد الملعقة من العسل، غادي ندمج هاد المكونات جيدا. صافي، غادي ندمج هاد المكونات جيدا حتى كندمج لي هاد الخليط. بالنسبه للطريقه، كنضيف هذا القماش هذا، كنضيفه على هذا البشره ديال الوجه صافي، وكنخليوه 10 تاع الدقائق. من بعد كنعملوا حركه دائريه لهذا الوجه ديالنا على هذا، كيف كتشوفوا على هذه الطريقه هذه صافي. وكنغسلوه جيدا وغادي نمر المرحله الثانيه. من بعد هذا غنمر للبخار. غادي نحتاج هنايا، عندي هنايا معلقه، كتبقى الكميه على حسابكم نتوما. انا هنايا ضفت معلقه كبيره من هذا الخزامه. عندي هنايا الازير حتى هو واحد المعلقه. عندي هنايا الورد بحال ما هكا ناشف معلقه، وعندي هنا اوراقات من النعناع، وكتقدروا تضيفوا بحال ما هكذا. تقدروا ما تعملوش هاد المكونات كامله، بحال مثلا تضيفوا اما مكون واحد من هاد المكونات. وغادي نمروا للطريقه. كنضيف واحد الكاسرونه، كنضيف عليها بحال ما هكذا الماء، كنضيف هاد المكونات. كتقدروا تعملوا حتى السالميه، حتى هي مزيونه للوجه. البخار، كنضيف هاد العناصر كامله صافي، وكنضيفو على النار، كنخليه 10 تاع الدقائق حتى كيطلع ليا البخار مزيان صافي. وكنعمل البخار لوجهي، كنعمل واحد الفوطه بحال ما هكذا على الراس ديالي، وكان بحال ما هكذا كنعمل الوجه ديالي على الكسرونه. كنبقى 10 تاع الدقائق تاع الدقائق صافي، وكن نزول. بعد ما كنخليهم بحال ما هكذا حتى تيغلى، كنعمل واحد البخار كنخليه 10 ديال الدقائق. دابا غادي نمروا لهذا الماسك اللي غادي نعملو. انا عندي هنايا هذا الحمص بحال ما هكذا مطحون، انا الصراحه كنشريه بحال ما هكذا، عملت واحد جوج معالق كبار. هذا هو انا هذا سميتو، كناخذ الناس اللي في ايطاليا. هذا هو هذا سميتو الساشي اللي كناخذ فيه، الصراحه مطحون مزيان. وهذا هو هذا ما فيش دوك الحبيبات بحال هكذا تيبقى، كيكون رطيب بزاف. خديت جوج معلقات كبار، وغادي نعمل ماء الورد. هاد الماسك هذا كيصلح للوجه الصراحه للتبييض والترطيب.
والبشره ديالو بحال ما هكذا ما حساساش البشره ديالو، كيقدر يستعمل هذا عصير الحامض او الليمون. كندمج هاد المكونات جيدا صافي، وكنضيفو على البشره، كنخليها 30 دقيقه. كتشوفوا كندمجوه جيدا باش ينقاوش لنا دوك الحبيبات. صافي كنضيفوا للبشره وكنخليه 30 دقيقه، من بعد كنغسلو. ملي كنغسلو كندير في الاول الماء، هذا كيكون بحال ما هكذا دافي، ومن بعد الماء بارد، وكنغسلو كنشف الوجه ديالي صافي، وكنرش الوجه ديالي بهذا بالماء ديال الورد يكون بارد، او تقدروا تعملوا واحد المكعبات ديال الثلج، او تقدروا ديروا ماء مثلا ماء الخيار، كتحكوا بحال ما هكذا الخيار، كتعصروا الماء ديالو، كتضيفوا في هذيك المكعبات ديال الثلج، وكتبقاو تمسحوا به بحال ما هكذا الوجه ديالنا او الماء ديال هذا البقدونس. الصراحه كيخلي لنا البشره ديالنا مشرقه، وداك الثلج مفيد للبشره، دائما البشره ديالك كتبقى بحال ما هكذا زعما كتكون مجبده، وما كتكونش بحال ما هكذا فيها تجاعيد. دابا انا غادي نعمل هذا الماسك وغادي نخليه 30 دقيقه صافي، وغادي نغسله. ومن طبيعه الحال من اول الوصفه اللي عملت لكم ديال القماش، من طبيعة خاصكم تغسلوا وجهكم بالصابون الغسول اللي كيكون نتوما عندكم، وعلى حسب البشره ديالكم حتى تقدروا كتعملوا هذا الروتين ديال هذا الروتين اللي عملت لكم اللي كنعملو انا في الاسبوع. كنتمنى هذا الروتين هذا الاسبوعي اللي كنعمل هذا يعجبكم. مره في الاسبوع دائما كنعمل هذا قماش وكنعمل هذا بخار للوجه، اما باقي الاسبوع دائما كنعمل جوج وصفات هكذا ديال وصفات طبيعيه على حسب البشره ديالكم. وهذا وكنتمنى هذا الروتين ديالي يعجبكم، وكنتمنى تشاركوا في القناه، دائما تضغطوا على هذا الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم كل ما هو جديد من الوصفات، وشاركوا في القناه، وكنتمنى التشجيعات ديالكم للقناه والدعم ديالكم، وتخليوا لي دائما التعليقات ديالكم لانها هي كتشجعني. وبالصحه والراحه.